السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا جماعه في قناه يحيى عدنان وهوايات مصريه. لو انت اول مره تتفرج عليا، انا مقدم البرنامج يحيى عدنان، بنقدم فيديوهات تابعه للهوايات المصريه. حلقه النهارده من غيه الحمام من عزبه البرج، هنتفرج على حمامتين حلوين وهنش نشه النهارده حلوه. يا ريت حلقه النهارده تعجبكم، وما تنسوش تدوسوا لايك عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس. يلا بينا. احنا بقيت احمد الزغلوله عملنا فيديو من قيمه 3 شهور والناس زعلت عشان احنا اتكلمنا كلام وحش. مش كلام وحش، كلام صراحه حصل. الفيديوهات يا جماعه بتشجع الناس انها تطلع تسيب وتطلع تطير، وبتخلي الغواه تجمع افكار من الغواه اللي جنبها. يعني انت لما تكون طالع عش وتتفرج على حمام في فيديو، ممكن انت يبقى عايز تعمل الباب دوت، او عايز تعمل غيه ديت، او عاوز تعمل شكل المقالب او شكل العيون، فالغيه بتنمي الافكار للغواه. حصل. فكره عزبه البرج هنا ان احنا بنقول مفيش حد بيسيبه، وكله بيطير، بس مطار مش مجال، مش مطار مجال، مش مساب. فاحنا بنشجع الناس كلها ان هي تطلع تسيب. احنا ما ذكرناش حد ولا اسأنا لحد، ولكن احنا بننمي الغية ونخلي الناس تطلع تطير وتطلع تسيب، وبنفرجهم في اماكن كتيرة على غيات كتير عشان تطلع تطير. النهاردة هنفتح لكام دكار؟ هنفتح لك ل70. نفتح ل70 50 60 حمامة هيطلعوا يجروا، وهنتفرج على شكل الحمام في السماء. واحنا بنشجع الناس تطلع تطير يا جماعه، ما بنعملش الفيديوهات عشان نقلل من حد، بل بالعكس احنا ممكن نكون اقل الناس، ولكن بنشجع الناس تطلع تطير. واحلى 100 مليون مسا عليك. صباح النور. احلى مسا عليك. احلى 100 مليون مسا عليك. صباح النور. صباح الفل. ويحيى احلى مسا عليك. احلى 100 مليون مسا عليك. يلا لازم حاطين يطلعوا يجروا. عرض احمد حق الامن مستتيل. امن مستتيل. الشبكة على الحمام ادم. يلا اللهم صل على جمال النبي. فاتحين الاولى محترمه. اللهم صل على يكفي لك شويه. يا يكفي يكفي يكفي. اما يعلم اما يعلم. اللهم صل على النبي. الوقت احمد، فايده الجنط الحمام ايه؟ الحمام يحيى بيتعود عليها عندك. بيتعود على الجنط. الحمام طلع بكره راح يتقلب فيه. الحمام شاف عليه اللي بالسناحيه عشان يبص له. Thank you.
عم في العلا يا هزه. الحمد لله في العلا. يا جماعة الحم طلع فين؟ حمام شبعان. حم طلع ركب النجوم اهو. فين الحم فين؟ هو ده الكلام. عم شبع الحمام واطلع سيب وتمزج من الحمام، شايفين الحم فين؟ اللهم صل على جمال النبي. تعالوا بقى يا جماعة اتفرجوا على الحمام على الظهر. عارف الحمام وهو على الظهر اهو. شمال معرض ما عادش